فراسك كدير لها الزوم طلع حرام كتضبب. خلايا لا ربطوا ما قام يصدوا فين عاد البحر يلوكل جا فيها قد قد ميمون ذي العربون اخبار العود كاع ما شفناه يا بحال شرفتو العود من الفلوكه الاخرى ما كان صورها كتصور ديال الزوم كتحرك راه كتقبض الاعلام راه كتقبض الاعلام الراس دابا دار على الشبكه دابا الراس الاول والراس الثاني كاين الطور ما يصحش شوي عام تاعي طارت عليها في السماء يا صاحبي جاي بالخيط طارت عليها شي حاجه تعدلها هي والله دابا كيبيروا الراس الاول عبد الله ياك الراس الاول اللي لاحو يبيروه الاول ما الثاني ما فات قبل الراس اللي كان في الاعلام هنا قبل الحبل ديال التريده سميتو ترش يا محمد التليفون مجمع تكلف التليفون خاصهم ينفسها هو تبلي رش الهضره هنا يطلعوا الخراس عادي يرتاح ها هو دابا اللي رشها وكا يتكلف التليفون وكا يتكلف التليفون شتو هذا كاع ما تلارش يبان لي يتكلم لا ما تبي نطريك عايم عبد الله شنو هو اللي كان سراس مول الفلوكة الوسطاني اوكي خيبان كي رش خسير خيبان داير تليفون في وذنو مش هذا وقت الخدمة وقت التليفون كان يتكلم مع شي واحد الشبكه هي ساي ما خاصش يتخطى خاصو يبدا غير راه شفت الحوت قلت ما بغيتش نسير طلعوا الخراس هو راه كحز عنها وسط الشبكه اللي يجمع الحوت في الوسط باش ما يلتحقوا الشبكه كاع الحوت الا لحقت الشبكه راه غادي يهرب خلى بيلود فين يهرب هو كاع غير هو مراق منها في راسه خلاص هو واحد
قرب قرب عند الراس ديالي يعني. قرب يمرق من الشوك. بيهم بعدوا بزاف عاد سهل نركب هذا الموتور سهل عليك الموتور دابا الموتور هو اللي كيجر هو اللي كيبير لهم الشبكه دابا هو يتر لا الخراص ياك يبير لا الباندو الموتور يبير لا الباندو غير تريد يبير لا الباندو مش مزال تا يكملوا الباندو تنقفل عادي يعود يدخل الخيط وكبيره يا صاحبي الشبكه شحال فوتت هي كدور دراك راه مدخل الاسم تبع هذا مول اللي عند الموتور هذا مول الموتور يمشي من الكوندو باش يفلوك الى تبعد من الوسط مرقع هو كبر هذا كاع لا جر الفا جر الباندو بعد كاع منه قلت يعودوا لا يتعلموا طلع 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 الحوت المهم تجمعوا صح من التحت عليه ايوا صاير راه حصل دابا لتحت تسدوا دوك التحتانيين ياك قفلوا خلاص شوف السكان مقفل على شي حوت ولا على الماء ايوا يبان لك دابا الحوت والله بزاف بزاف داك يا بلاي يبداو يطلعوا الخيط الشبكه يطلعوا الشبكه يعني انين يبقى واحد شوي يبيروا فيها يبيروا فيها كامل يطلع حلو حلو هيك البلاستيك اللي شفنا قبيل قد يبان شي حوت عبد الله نفهم ما يبان نوال منين تفركك هي الفوق والو هو الشيخ وطاح لح بيقة واحد فيهم يبان لح واحد البيقة لا يدقدق مزال لي يدقدق جلده راه كالي مشي كالي جلده كالو عليه كالو عليه كي تزاقاهم يدو الطير يدو الطير الطير وسطهم ضحى الطير جليه عليهم يدو عليهم كباير طير مردين عدله ورا عبد الحق سكنوا واحد مروس يا ربي تحر سبيق على شش تزر لهم بشخ درحهم الطير Thank you.
هذوك ما عندهم تريرات كيبيروا لا بيديهم هاي كيحلبوا حلبوا الباندو اللي وسط لا عاد شي وسقى عبد الله يبان الحوت يبقى زادر للتحت نين يدوهك لا قابل التعبئة فهم اللي يتكلم عنه ترى الشان ورا الشوال راهي طويلة يا صاحبي الشبكة اللي خمول انا قلت عنها قامية كبيرة الشبكة هذي وابشر اي 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 اي, اي. الله يسدالها أسلامتك فين طرحت انت عزلتها احنا كراشة مع الصباح مانع هذاك يدير لابون مو لا يتكلم صح دريس دريس مع بلاستيك هذاك شكون؟ جايين لهون؟ احنا طايحين عندهم ولا؟ غير حتى احنا من لا مش نقين شو؟ Thank you.
قريب يكملوها. الصيبان ياك يا عبد الله ده. ها منين قرب وزال في الفونديل في الفونديل تحت خير 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 لي غتبقى كي المصران هي ده من تحت يا حل صنوبري فيها فركك ايه هي اللقطه الخاصين مع الحداها يا حصلت قالت لا تركب شنو عزيز زر انا قبيله صار المهم تفرخ بعد هي ميلتهم بعد ها فيها وحدي قاسي المعنى اللي راقد ليه اللي يتكلم في السبع الله يلا نزيره هذه كتورك عنه إذا تلقات مع شي وحدات عايمات
مارشان ديال السردين. كان الطور الحوت غي فين يسندوه على الاخرى مستعد بعين بعيد كان جا الطور ما كانت تدرك راسك اسكت بلا حتى جاوب لا الناس مشرجيه وجاوب